شو اخباركم؟ رجعت لكم اليوم فيديو جديد من نوعه، اول مره اسوي في قناتي هول. ولا مره فكرت صراحه اني اسوي هول، مع اني من النوع اللي دوم اتشرى، لكن بما اني سافرت مؤخرا واللي تابعوني على سناب شات وانستغرام يعرفون اني رحت تايلاند اول مره في حياتي. وصلتني وايد اسئله من اللي تابعوني ان على الاماكن اللي رحتها، على الاشياء اللي شريتها، الاماكن اللي زرتها بشكل عام، فقررت اني اسوي هذا التايلاند هول فيديو. سو عشان تعرفون شو الاشياء اللي خذيتها والاماكن اللي رحتها، ستي تيوند. سو اول شيء بتكلم عن تايلاند بشكل عام. مثل ما قلت لكم اول مره اروحها، ف I didn't know what to expect، يعني ما عرفت هل بتعجبني ما بتعجبني. ولاحظت ان معظم اراء الناس عنها كانت انها it's not nice, it's dirty، ما بستانس فيها، ما اعرف ليش. يعني حتى في ناس كانوا يقولون ليش تايلاند، فما عرفت شنو اتوقع، هل بتعجبني ما بتعجبني. طبعا رحلة الطيارة كانت تقريبا 6 ساعات ونص، لكن تأخرنا في الروحة، اخذناها 8 ساعات ونص، تأخرت الطيارة ما اعرف ليش. يوم وصلنا مطار بانكوك بعد تعطلنا، تمينا تقريبا ساعة ونص او ساعة وربع عند الباسبورت تشيك، عندهم وايد ناس يجون من مختلف الجنسيات. عقب ما خلصنا المطار لما وصلنا الفندق خذنا تقريبا 40 دقيقة. قعدنا في فندق اسمه سنتر بوينت، مش متأكدة من المنطقة، في اكثر من واحد بس بحط لكم الاسم تحت. الفندق وايد حلو، وايد نظيف، يعني يعتبر فندق راقي. فاول ما وصلنا طبعا عجبنا الفندق. بالنسبة للجو، الجو كان حار وفي رطوبة شوية، بس يعني تقدرون تطلعون، مش ان الحر اللي يخليكم ما تقدرون تطلعون وتتمشون، لا كنا عادي نقدر نطلع ونتمشى. اللي عجبني في تايلاند انه مش لازم تكشخون، يوم نروح اوروبا we put an effort ان ننقي لنا لبس حق اليوم ولبس حق باكر. تايلاند training suit you're good to go. It's very easy. وهالشي وايد حبيته هناك. كنت جايبة معي بس ترينينج سوتس، ما جبت معي اي لبس ثاني. اوكي الحين بتكلم عن المولات. طبعا اول ما وصلت ما كنت اعرف ان تايلاند لهالدرجة it's a mall culture. I think هم مسوين المولات بشكل عام للسياح، لان مولاتهم تعتبر روعة صراحة، ما توقعت مولاتهم تكون بهالطريقة. المولات كبيرة، نظيفة، فيها كل شيء. طبعا ما لحقت اروح كل المولات لاني قعدت في تايلاند 3 ايام بس. بس بشكل عام من المولات اللي عجبتني في واحد اسمه سيام باراغون، حسيت فيه الماركات العادية والماركات الهاي اند. عجبني بعد مول ثاني اسمه تشيدلم سنترال، وايد حلو، وايد راقي. وفي يعني ما تحسونكم في تايلاند، تحسون كأنكم في ألمانيا. الجو ماله فيري كلاسي، كلها ماركات من فوق لين تحت. المول الثالث اللي عجبني بعد اسمه امبيريوم اور امبوريوم سنترال، واحد منهم، بعد مول جدا راقي في كل الماركات. سو اول شيء شريته وكنت متحمسه اني اخذه هو هذه الماركة. طبعا هذه الماركة ماركة تايلاندية، الاسم سوفي مول، اسمها سوفي مول، ماركة وايد معروفة وهي ماركة تايلاندية. في بنات وايد يشترونها اونلاين، اي ثينك موفرين شخص او شركة تبيعها في الخليج اونلاين عن طريق انستغرام، بس انا بما اني كنت هناك حبيت اني اروح واشوف بنفسي انواع الشنط اللي عندهم وغيرها قبل ما اشتريها. وبعد ما رحت محلهم في تشيدلم سنترال اخترت هذه الشنطة وهذا الحجم. عجبتني لان بايثون، اتس بايثون، وفي نفس الوقت هذا اللون يمشي مع كل شيء، اتس كلاسيك، اقدر اضبطه مع اي لون. انا احب عامة الالوان اللي اقدر اضبطها مع اي لون ثاني، ما التزم فيها وايد. من داخل باللون الاحمر، هذه كلاسيك تكون متوفرة عندهم دوم، يعني it's not a limited one.
من داخل شي حجمها وفي اي بعد معاها السير فيصير انها تتعلق. وايد حبيتها، حسيتها حلوة، it's classy, it's nice. لها استخدام يعني. وبحط لكم سعرها بكم شريتها بالباهت التايلندي هناك. So yeah, هذه هي my first bag. اليوم اللي عقبه كنت موجودة في Emporium Central وحصلت من نفس الماركة هاي التعليقة، وهو نفس بوك، نفس لون شنطتي من داخل أحمر، ومن برا نفس لون البايثون، وبعد يتعلق على الشنطة. حسيته وايد كيوت سو خذيته as an accessory for the bag. بعد من نفس الماركة سوفي مول. وخذت لها بعد هاي اللي يتعلق على مقبض الشنطة، حسيت حلو، كله من نفس الماركة سوفي مول. سو هذه كانت الأغراض اللي أخذتها من سوفي مول. بعد يوم كنت في امبيريوم، عندهم مثل ديبارتمنت ستور في كل انواع ماركات الميك اب، حصلت هذه الفرشاة الغريبة العجيبة من استي لودر. يوم سألتهم هاي حق شنو، انا توقعت حق الكونتور، قالوا لي اتس فاونديشن براش لان من قدام فيها عرض، فما ادري عجبتني اخذتها، ان شاء الله بجربها و we will see how it goes اذا تنفع حق الفاونديشن ولا الكونتور اكثر. يوم كنت في امبيريوم بعد حصلت هناك فان كليف، لاحظت ان وايدين قالوا لي ان الماركات العالميه تكون اغلى في تايلاند، بس على حسب ماي اكسبيرينس they're not، بالعكس لاحظت انهم ارخص، فخذت من عندهم غرضين. اول شيء خذت هاي النكلس، هذه نزلت عندنا limited edition اللون البيبي بينك، وخلصت I think in 2 or 3 days من دبي أبو ظبي. فأول ما شفتها خفتها بما أنها هي sold out هني ووايد صعب نحصلها. وخفت بعد ال black earrings لأني دوم ما أحصلهم في الحجم الكبير هني، دوم أحصل الحجم الصغير، الحجم الكبير يكون sold out. So good deal من فان كليف. مثل ما قلت لكم خذتهم من their boutique اللي في Emporium Central. فهذا كان البراندز هول. آخر يوم طبعا قبل ما نرد البلاد كان لازم نروح زيارة شارع العرب ونشوف شنو في هناك. ودخلت مثل محل يبيع أغراض ميك اب وبيوتي ستور يعني. حصلت فيه هالتو براشز. اللي متابعتني في انستغرام تعرف اني نزلت مرة فيديو وانا استخدم نفس هالبراش، كنت شريتها من القرية العالمية وسويت عنها ريفيو هناك. سو قلت بجرب هالثنتين نوعين يداد، ما اعرف اقول اسامي، واحدة اسمها بيوتي سيكرت وواحدة بروفيشنال كوزمتيك تول ما لها اسم. وبعد من امبيريوم بتلاحظون ان في وايد كشكات اللي تبيع اكسسوارز وهالسوالف، فخذت لي انواع كيوت ايرينجز. انا ماي فيفرت اكسسوار اي ثينك از ايرينجز، اي لاف ايرينجز اكثر من اي شيء ثاني. فخذت لي انواع، هذه طبعا مش ماركه بس they're cute، سو خذت لي منهم من امبيريوم. وبس هذا كان ماي تايلاند هول. ادري انه مو بوايد اغراض بس لان احنا ليترلي تمينا هناك 3 ايام، كنا اصلا رايحين حق فحوصات، ويوم تطمنا الحمد لله تمشينا شويه في مولاتهم. نصيحه اخيره للي حاب انه يروح تايلاند واكشلي يستانس فيها، وايد استفدنا ان احنا كان معانا سواق هو اصلا شغلته انه ياخذ العوائل الخليجيه ووديها كل مكان، الاماكن الحلوه اللي يحبونها العوائل الخليجيه. ف اتس فيري كروشال انكم تحصلون لكم سواق يعرف عربي وشغلته انه هو ينقل العوائل الخليجيه السياح هناك.
بيراويكم كل مكان وبيكون وايد عليكم سهل انكم تتنقلون من مكان لثاني. وبس thank you so much for watching and I'll see you in the next video ان شاء الله. bye.